الجالية اليمنية في ألمانيا أعتقد أنها بصراحة يعني أفضل متحدة يعني أكثر من الجالية اليمنية في المناطق يعني الأخرى من حيث الرؤى ومن حيث التعاون والتكافؤ والهم الوطن والمواطن يعني كما يقال، بالرغم من الأغلبية في ألمانيا يعيشون من سنوات من 20 و30 سنة، والبعض يعني سواء في إدارة الجاليات أو من أعضاء الجاليات ربما من موالد هذا البلد أنهم يحملوا هم اليمن، هم اليمن يعني أرضا وإنسانا بالذات في ظل الأحداث يعني الراهنة. وأحب أن أتطرق يعني إلى ما تطرقتم يعني به في البداية، هنالك بعض القصور يعني للأمانة من الجانب الحكومي ممثلا بالسفارة، نعم يعني لا يؤدون الواجب. نعم نحن على علاقة يعني جيدة يعني معهم، لا يقومون بالواجب الوطني يعني الكامل الذي لا بد أن يقوموا به بالذات الجانب الثقافي يعني يكاد يكون يعني صفرا. يعني تقصد في كل الفعاليات وفي كل ما يتعلق بالهم الوطني داخل ألمانيا وغيرها، أم أنهم في جوانب معينة، أم أنهم مهملون يعني ويتم تغييب ما يمكن أن يظهر في كل النواحي الحياة السياسية؟